تحفيز القدرة الكامنة غذائياً هو عنوان المحاضرة التي ألقتها الدكتورة زهوة تملا، حيث تحدثت فيها عن أهمية الغذاء وضرورته في تحفيز الطاقة الكامنة عند الإنسان، وأكدت من خلال محاضرتها على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن في الحياة. وأكدت أيضاً على الإنسان المبدع الموجود بداخلنا وأهمية وجوده في الحياة، ولا يكون هذا إلا بالعودة إلى الطبيعة وتناول الحبوب والبقول والفواكه. هذه السبعة قشور تفتح السبع حالات الحول الإنسان. نخالد الحبوب كلياتها هي طعام طاقي، طعام طاقي. الحقيقة محاضرة كانت قيمة جداً، ومحاضرة يعني فيها خبرة وتخصص، وكانت هذه المحاضرة شاملة بالموضوع اللي حكيت فيه، الموضوع اللي بتعلق بالغذاء والنظام الغذائي اللي مفترض الإنسان يتبعه بحياته اليومية. وكانت المحاضرة أيضا يعني فيها شكل من الدعوة والتوجيه لإعادة توازن للحياة الإنسانية للفرد، بحيث يعود إلى الطبيعة باعتبارنا الطبيعة متوازنة خلقها الله. كانت المحاضرة رائعة جدا، وشكرا كثير للسيدة زغوة على معلوماتها. يعني في الغذاء ليس فقط من أجل الحياة، طالما صار عندنا توازن بهذا الغذاء رح يصير عندنا توازن بالحياة بشكل كامل، رح ننتقل نخلة نوعية حتى نعمل توازن بالحياة وتوازن بالأكل، توازن بالتفكير، توازن بالإبداع، حتى بالتفكير، بالذاكرة، بأي شيء يمكن إنسان يعطي فيه قوة. طبعا أنا برأيي أنه في كتير أشياء بتساعد على تحفيزها، بس أهمها واللي النقطة البدء الأولى هي التغيير الغذائي قبل التغيير الفكري، لأني أؤمن بأنه تغيير الفكري بدون تغيير غذائي لا يوصل لنتيجة جيدة. إذن التغيير لازم يبدأ بالتغيير الغذائي. تمام. إذن هناك علاقة مباشرة بين التغيير الغذائي والقدرة الكامنة لدى الإنسان المبدع؟ تماما، لأن هناك غذاء يحرض ويضخم القسم الأيمن من الدماغ والذي هو قسم الخيال والعواطف، مثل السكر الأبيض المكرر، الألبان والأجبان، العصائر الحلوة، المواد الحافظة، التدخين، الكحول، هي كلها تزيد من شحنات العقل أو القسم الأيمن من الدماغ. أما اللحم والجبن والبيض يزيد من شحنات القسم الأيسر من الدماغ المسؤول عن المنطق والحسابات. ماذا ننصح الجيل القادم؟ ننصح الجيل بأكل، هناك جسم سفن يربط بين العقلين، هذا الجسم هو الذي ينظم توازن الطاقة بين التمدد والتقلص، بين الموجب والسالب، بين الخيال وبين الأنا والتركيز، فيخلق الإبداع. الإبداع هو لقاح بين التمدد والتقلص. الإبداع هو عندما نحلم بالهدف ثم نمنطقه فيتحقق عن طريق الجسم السفني. وأبدى الحضور إعجابهم الكبير بالأفكار الجديدة التي طرحتها الدكتورة عن عالم الطبيعة والغذاء الصحي المتوازن.